السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا بغيت نشكر كاع الناس اللي تواصلوا معنا في الانستغرام او في لاباج ديال الفيسبوك او في كومونتيرات في اليوتيوب، ووقفوا مع لويس وساندوها في كومونتيرات على حسب المشكل اللي كان طرا. كنشكركم بزاف بزاف الصراحه، والله كنشكركم واحد الدرجه ما كتصورش. لحقاش بزاف الناس سولوا فينا ووقفوا معنا في هذه القضيه هذه، مي الحمد لله الامور مشات بخير وعلى خير. دابا راه صافي، كيف قلت لكم راه ان مشى داكشي تدفع وكيل الملك والمسائل، حتى هادشي راه ما فيهش اللعب الاصدقاء كيف قلت لكم، على حساب داك التهديد ملي كيوصل تهديد كيهدو لويس على حساب البنيه عندنا، كيقول لها ديتها للمدرسه غادي نخطفوها لك، غادي نديروا ليها، غادي ندير لها واحد الحاجه بلا ما نقولها الاصدقاء بالهضره الخايبه، بتخسر الهضره يعني. هادشي هذا الخوت، حيت اغلبيه الناس كياخذوا هاد الامور بالضحك، اولا باغي محامل شي واحد باغي يبدا يخلع فيه بحال هكا، كثير شي بداو كيخلعوا في لويس وهي حامله، واي حاجه كتاثر عليها دابا، اي حاجه كتخليها كتقلق، اي حاجه كتخليها كتبكي. ملي وصلت الامور بحال هكا انا ماكش يعني ماكش مسوق لهاد الميساجات، ولكن ملي كتشوف براتي وصلت لهاد الدرجه هادي ولات خايفه دير البنيه المدرسه، يعني هادو اللي هدوها على قبل بنتنا كاينين في المغرب وكيهدوها هنايا، هي خداتها بصح. انا راه خديتها عاديه، انا يعني ماشي عاديه، ولكن عارف بنادم ما غاديش يوصل لها، هي تيقات هذيك القضيه انها راه ما تقدرش تديها للمدرسه، هذه هي الاولى. زائدا انا الاصدقاء خديت الاجراءات اللازمه كيف قلت لكم، وهذا الشيء راه ماشي ضحك، ماشي تفليه، لحقاش ملي كتوصل الامور بحال هكا راه صعيبه. كاين بنادم اللي ما واعيش بهذه الامور هذه، علاش ما واعيش؟ اغلبيه كيشوف واحد الناس في السوشيال ميديا، عطيكم مثال بحال داك نزار ندى حسي والمسائل، كيبقاو يتعايروا بعضياتهم، وواحد يجبد اوديو لواحد، وواحد يجبد كونفرساسيون ديال واحد، يقول لك شواش قالت شواش دارت وتشويه وداك الشيء. راه هذاك الشيء الاصدقاء راه هما متفقين عليه، راه هذا الشيء كامل فيلم والناس كلشي عارفهم الحمد لله، راه المغرب تقريبا كامل عارفهم بان داك الشيء تمثيل. لحقاش راه اي واحد من غير تهديد من غير داك الشيء بحال هكا، راه يجبد غير شي كونفرساسيون بينك وبينه غادي يجبدها البيبليك الاصدقاء، راه الحبس في البلاصه الاصدقاء، راه ما كاينش اللي ما عارفش هذه القضيه هذه، ولكن اغلبيه الناس ما عارفينش هذه الامور بحال هكا، راه هذه الامور ما فيهاش الضحك. وهذا الشيء الاصدقاء راه ما كينطبقش غير على الناس العاديين، واحد ما كيعرف حد، راه كيقول لك راه ولو الازواج الخوت شي وحدين مزوجين وغادي يشهر مرته اولا هي تشهره بشي كونفرساسيون اولا بشي تصاور اولا بشي حاجه اولا بشي تهديد في يعني عبر التواصل الاجتماعي على الاصدقاء، راه الحبس راه ما تبقاوش تشوفوا داك الطريق الاخرى ديال هذوك الناس ديال كيف قلت لكم داك المثال ديال نزار ولادة حسي وداك الشيء، كيبقاو يتعايروا بعضياتهم وشي شوه شي، راه ما عندوش الحق ولو تكون انت غلط مع داك السيد. لهذا داك الشيء علاش الاصدقاء انا ما بغيتش نحط لكم السميات، حيت بزاف الناس كيقولنا حطنا السميات ديالهم غير نهضروا معاهم وندو ندورو فيهم ونقول لهم علاش درتي هذا الشيء، راه ما نقدرش نحطوا هذا الشيء في السوشيال ميديا الاصدقاء. لحقاش انا عارف دابا القانون كي غادي، راه الا حطيت سميات ديالهم راه غادي تقلب القضيه على ظهري. انا دابا كنقول ما كنجبدش لهم سمياتهم، لحقاش الدفاع عن النفس كنهضر وعادي، اما باش غادي نجبدهم ما عنديش الحق نهائيا، خليت الاجراءات القانونيه هي اللي تاخذ حقي في هذه الامور هذه. داكشي علاش الاصدقاء ما نقدرش نحط هذاك المسائل ديالهم، حيت بزاف الناس كيف قلت لكم قالوا لي غير حط السميات ديالهم خلينا نهضروا معاهم يعني نقول لهم علاش كديروا هذا الشيء. انا قلت لكم علاش الاصدقاء ما نقدرش نجاوب الناس بزاف كومونتيرات على قبل القضيه. كنشكركم بزاف بزاف الخوت، والله حتى كنشكركم من القلب. انا ما كنتش باغي نوصل لهاد الامور هذه كامله، وعمرني فكرت ندير هاد الامور بحال هكا، ولكن ملي جات في طريق المدام والحاله ديالها ما بقاتش هي هذيك، ورا الناس عارفين الحمل راه ما كيخلي الانسان ديما على سبه، تقول ليها شي كلمه كيبدا يبكي، تقول لي شي كلمه يغضب، يعني هذا هو الاحساس ديالها، والخلعه بزاف يعني لدرجه دابا كتقول لك انا ما نقدرش نديها للمدرسه، كان تكون هي في المدرسه كتقول لك عندك دابا يجي شي واحد وحنا في الدار دابا يجيو يهزها لنا من تما، يعني شو الافكار كيفاش ولات كتفكر. ولكن دابا الحمد لله من خديت الاجراء القانونيه راه دابا هي دابا شويه الحمد لله راه غاده داك ستريس بدا ينقص ليها واحد شويه. قلت لها راه هادشي راه ما غاديش يكون، وراه الحمد لله راه الامن راه ماشي عندكم غير في بلادكم، راه كاين حتى في بلادنا كاين الامن، وهاد الامور راه ما فيهاش الضحك وما فيهاش اللعب. لهذا الاصدقاء كنتمنى الواحد يعرف هاد الامور هادو راه ما فيهمش اللعب نهائيا. دابا راه خليت بنادم كيتجارى وكيطلب، انا دابا اش درت؟ ميكت، حبست التليفون، حتى حد ما غادي يهضر معايا من هادوك الناس. لهذا الاصدقاء ما كاينلاش غادي نتواصل معاهم، ما كاينلاش. علاش؟ حيت هو انا ملي شنو كندير كنتفكر في الاول الحاله ديال لويز، الحاله النفسيه ديالها كي كانت،
وكنتفكرهم هما هاد الناس هاد اللي صيفطوا ليا ميساج اشنو قال ليهم راسهم جالسين هانين قالك اشنو غادي نقول انا نصيفط ليها ميساج فلانه انا غادي نشد لك بنتك ندير لها ندير ليها غادي نهز من راسها بحال هكا انا هز من راسها وغادي ندير لها وندير لها وراكم خبار في راسكم دريه صغيره وغادي يوصل معها هذيك الهضره خايبه بحال هكا ما جاتش الاخر شو زغبوا من الله سبحان الله العظيم تقريبا سته هما كاملين في نفس النهار الاخر كي صيفط لها ميساج فلانه غادي نشد لك بنتك غادي نخطفها لك غادي نديها لك واحد قال لي غادي نشدها وغادي نتزوج بها يعني الواحد شو قداش صاحبي كتلقاه بش لا غمو كيقول هكا ملي كتدخل هاد الامور بحال هكا راه كتدخل لحوايج اخرى الاصدقاء بلا ما نقولها في هذا الفيديو هذا لهذا الاصدقاء ما كاين لاش غادي نجاوبهم ولا غادي نهضر معاهم يعني الواحد كيكون هاني وكيجبد راسو الصداع يعني اش داك الشقره تشط لي راسو هي هادي تهاني مريح واكل شارب وكتلاح لواحد المشاكل واللي ما قادرش عليها وفي الاخر كتطلب قسما بالله بزاف الميساجات ديالهم دابا كيصيفطهم اقسم بالله العظيم ما كنقرا لهم حاجه ما كنقراهمش حتى علاه صافي حطيت في راسي ديك القضيه خليه غادي يبقى يتسخسخ ونخليه تمشي للقضيه نشوفوا فين غادي توصل لحقاش دابا القضيه غادي مشينا عليها والحمد لله راه خدات الامور ديالها في طريق صحيح دابا مع القانون وكيف قلت لكم في هذاك الفيديو راه القانون لا يحمي المغفلين غايقول لك احق قال نضحك ولا هذه اللاسي يعني كله غادي يتحمل المسؤوليه ديالو حتى الامور ما فيهاش الضحك وما فيهاش اللعب كنشكركم الاصدقاء بزاف بزاف الناس اللي تواصلوا معنا و هزوا المعنويات ديال لويز وهضروا معاها وخلاوها ترتاح كنشكركم بزاف بزاف من هذا الفيديو هذا والله العظيم شكرا لكم انا بغيت نعاود هذا الفيديو على قبل الناس اللي كانوا سولوا وتشطنوا بزاف على هذه القضيه كنشكركم بزاف الاصدقاء والله كنشكركم من القلب الله يجازيكم بخير والله يسهل على اي واحد كيتمنى شي حاجه ديال الخير الله يجيبها ليه في هذا النهار هذا ودائما دائما الاصدقاء الواحد يرد البال ويعرف شنو غادي يدير لحقاش هاد الامور راه صعيبه شويه وحساسه الا كنتي غادي دير شي حاجه كب ضحك كنتي تشوف السوشيال ميديا غادي تشوه شي واحد ولا شي حاجه بحال هكا تبغى تحط ليه شي كونفرساسيون بينك وبينه هو ما عجبوش الحال راه الا دعاك راه غادي يربحك لهذا الاصدقاء من الاحسن الواحد يتفادى بحال هاد المشاكل بحال هكا يتفاداهم نهائيا كنت تهضر مع شي واحد خلي داكشي بينك وبينه ما تحطو لشي بلاصه لحقاش راه غادي الواحد يقدر يتقلب عليك تبان فيه الدقه فيك راه غادي ما يعقلش عليك لهذا الواحد يتفادى هاد المشاكل هادو الاصدقاء كنتمنى الرساله وصلات الخوت وكنعاود نقولها لكم شكرا لكم بزاف بزاف هاد النهار هذا الاصدقاء شكرا لكم على الدعم ديالكم وهذا اللي كاين الخوت نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع السلامه